الرحمن الرحيم، معانا نموذج امتحان 13. السؤال الأول بيقول لك النسبة بين المعوق الكلية والمقاومة الأومية في دائرة RLC في هذا الرنين. في هذا الرنين عندك الزد بتكون مينيمم، ودي بتساوي قيمة المقاومة الأومية، وبالتالي النسبة بينهم بتساوي 1 أو الاثنين متساويين. سؤال 2، إذا كانت مقاومة موصل مساحة مقطعه 15 من 1000 متر تربيع تساوي، فإن هذا يعني أن، طبعا هو هنا أعطيك علاقة بين فرق الجهد وشدة التيار. لو أنت قسمت فرق الجهد على شدة التيار، المفروض يديك قيمة المقاومة. 10 على 100 هيديك 1 من 10، وبالتالي غلط. طيب 10 فولت على 1 أمبير هيديك 10 أوم، وبالتالي ده صح، وبالتالي الإجابة هتبقى ب. ما تكملش خلاص بقى. السؤال رقم 3، أي من الأشكال البيانية التالية يمثل علاقة بين القوة F التي يؤثر بها شعاع ضوئي على سطح عند انعكاس الشعاع عن هذا السطح وقدرة الشعاع بي دبليو؟ الاف بتساوي 2 بي دبليو على السي. طبعا ده ثابت وده ثابت، وبالتالي الاف بتتناسب مع البي دبليو، وبالتالي علاقة طردية خط مستقيم بادئ من الصفر، وبالتالي علاقة تبقى ب. السؤال 4، الشكل المقابل يمثل ملف مستطيل او بي كيو ار يمر به تيار كهربي شدته اي موضوع عموديا على فيض مغناطيسي منتظم كثافته بي واتجاهه الى داخل الصفحة. الكميات الفيزيائية الاتية تساوي الصفر. القوة المؤثرة على الضلع بي كيو، طبعا الضلع بي كيو عمودي على خطوط الفيض وبيمر فيه تيار، وبالتالي القوة المؤثرة عليه هتبقى ماكسيمم. واتجاه القوة لو انت عايز تحدده، ادي الفيض واتجاه التيار، وبالتالي هيبقى لاسفل كده، وبالتالي ده غلط. القوة المؤثرة على الضلع ار كيو، ار كيو نفس الكلام، والقوة المؤثرة عليه تبقى كده، وبالتالي ده غلط. عزم ثنائي القطب المغناطيسي الملف، عزم ثنائي القطب المغناطيسي بيساوي الاي في الاي في الان. عندك في تيار، في مساحة مقطع، وفي عدد لفات، وبالتالي ده غلط. عزم الازدواج المغناطيسي الموسع الملف ده صح. احنا عارفين ان عزم الازدواج التاو بتساوي تاو ماكس ساين سيتا، حيث السيتا هي الزاوية ما بين العمود على مستوى ملف خطوط الفيض اللي هو ما بين الام دي. يعني الام دي هتلاقي ان الاتجاه بتاعه عمود على الصفحه الخارج، يعني موازي لخطوط الفيض، وبالتالي السيتا ب 180 درجه، ساين 180 بيساوي صفر، وبالتالي هي دي. او بمعنى تاني، لما بيكون مستوى ملف عمود على خطوط الفيض، عزم الازدواج الموسع عليه بيكون بصفر. رقم 5، في الدائره الكهربيه المقابله يمثل المفتاحان A و B الدخل، ويمثل المصباح C الخارج. اي مجموعه، اي من مجموعات او مجموعه البوابات المنطقيه التاليه يكافئ الدائره الكهربيه؟ ركز معايا، انت عندك عشان ده يكون بواحد فلازم يكون الاي بصفر والبي بواحد، وبالتالي احنا هنا هنشوف الوضع اللي يخلي او اللي يحقق لك الوضع ده. حط كده اي بصفر وبي بواحد وشوف. لو الاي بصفر والبي بواحد، فانت عندك ده هيبقى واحد 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 على الاند هيديك واحد، وبالتالي تنفع. طيب تعال نبص دي كده، لو انت حطيت ده بصفر وده بواحد، فانت عندك ده هيبقى بواحد واحد واحد على الاور، فده هيديك واحد، وبالتالي تنفع برضه. طيب يبقى احنا هنا مش هنعرف نجيبها بالطريقه دي. طب نعمل ايه؟ شوف الوضع اللي تديك صفر. طيب امتى ده يديك صفر؟ ده يديك صفر لو البي بصفر، لان لو البي بصفر مش هيمر تيار هنا اصلا بغض النظر عن قيمه الاي، يبقى لو البي بتساوي صفر، او ان البي تساوي واحد والاي تساوي صفر. يبقى لو البي بصفر لوحدها هيطلع معاك صفر، تمام. لو الاي بصفر والبي بواحد هيطلع معاك صفر. احنا عايزين طريقه اسهل من دي نعملها بيها. ركز معايا في الطريقه دي، سيبك من اللي انا عملته، انا هديك طريقه تمشي بيها في كل الدوائر. هي الفكره ان هي مبنيه على البوليان الجبرا، والبوليان الجبرا مش عليك، ولكن ممكن ناخدها من غير الرموز. احنا دلوقتي بنقول ان ده عشان يبقى واحد فلازم ده يكون بواحد ولازم ده يكون بصفر، وبالتالي الحالة يبقى هنا ده يكون بواحد، يبقى لازم ده يكون بواحد ولازم ده يكون بصفر، يبقى ده أند. لازم يعني أند، ده أسهل حاجة. وبالتالي احنا هنا ده صفر
وده واحد وداخلين على الاند وبالتالي تمام، يبقى دي الاجابه. بس امشي بالطريقه دي اسهل عشان ما توجعش دماغك. رقم 6، ملف مستطيل عدد لفاته ان مساحته 12 سنتيمتر تربيع، مقاومته موضوع عموديا على مجال مغناطيسي منتظم، كثافته اذا ضرب ملف 180 درجه وبالتالي هينعكس، يبقى هنا فاي ام 1 بتساوي البي في الاي عمودي، لما يدور 180 درجه يبقى الفاي ام 2 بتساوي سالب بي في الاي. تسري خلال مقطع الملف شحنه كهربائيه مقدارها، يبقى ده الكيو، فان عدد لفات الملف. السؤال ده برضو عدى عليك قبل كده. احنا عارفين ان لما بيتغير او بيحصل دلتا فاي ام باي دلتا تي لملف بيتولد اي ام اف. لو قسمت الاي ام اف دي على المقاومه بتاعت الملف هيديك التيار. التيار اللي بيسري او التيار المتوسط ده بيساوي الشحنه اللي مرت خلال الزمن اللي اتغير فيها الفريد. الاي ام اف بتساوي ايه؟ الاي ام اف بتساوي سالب ان دلتا فاي ام باي دلتا تي، وعندك هنا هتقسم على الار. طبعا احنا هنا بنهتم بالمقدار فسيبك من الاشاره، وده بيساوي الكيو على التي. طبعا التي دي هي نفسها التي دي، التغير في الفيت هو نفسه زمن مرور الشحنه، وبالتالي ده هيروح مع ده، وبالتالي هيطلع معاك ان الكيو بتساوي ان في الدلتا فاي ام على الار. طيب الدلتا فاي ام بايه؟ في الاول كان عندي بي ايه، ولما ضرب الملف 180 درجه بقى عندي سالب بي ايه، وبالتالي سالب بي ايه ناقص بي ايه هيديك 2 بي ايه كمقدار، سيبك من السالب زي ما قلنا. وبالتالي عندي الكيو بتساوي ان في 2 بي ايه على الار بيساوي 2 في الان، هو هنا سايب الان برضه هو عاوز الان اصلا، بعتذر هو عايز الان. ماشي، يا اما نجيب الان في طرف لوحدها يا اما نعوض. يبقى الان بتساوي كيو في الار، الكيو بتساوي 12.5 في 10 سالب 3 في الار ب 12 اوم على 2 في البي 25% في الاي ب 12 في 10 سالب 4. بس نعملها بقى حاسبه بقى ونشوف هتطلع كام. 12 تروح مع 12، ده مع ده 125 او نص 52. السؤال رقم 7، اذا كانت اكبر سرعه تتحرك بها الالكترونات في انبوبه كوليدج تحت تاثير فرق الجهد بين المصعد والمهبط هي، فإن أكبر تردد للطيف المستمر للأشعة السينية. أكبر سرعة تتحرك بها الإلكترونات هتبقى عند أكبر طاقة اللي هي الكينيتيك إنرجي ماكس، اللي هي بتساوي الإي في الفي، اللي هي بتساوي نص إم إلكترون في تربيع. أكبر تردد الأشعة السينية هيكون عند اللمدة مينيموم، وده بيكون لما كل طاقة الإلكترون المعجل بتروح وتتحول لفوتون. وبالتالي انت عندك الكينيتيك انرجي ماكس دي اللي هي بتاعت الالكترون بتتحول لفوتون اتش نيو ماكس، وبالتالي احنا هنا عايزين اكبر تردد بس، وتساوي المعادلتين ببعض وتجيب النيو ماكس. فاحنا هنا عندنا نص ام الكترون في تربيع بتساوي اتش نيو ماكس، حيث ده ماكس برضه، وبالتالي النيو ماكس بتساوي نص ام الكترون في تربيع على اتش. عندك الفي بستة في 10 7، وتحت في 2 في الاتش هيطلع معانا 2.47% في 10 أس 18، أو 2.472 من 1000 في 10 أس 18.
السؤال رقم 8، في الشكل المقابل سلك مستقيم اكس واي طويل ومعزول يمر به تيار كهربي اي 1، وضع مماثل لحلقه دائريه نصف قطرها ار ويمر بها تيار كهربي اي 2 اتجاهه كما بالشكل، فلكي يصبح مركز الحلقه سي نقطه التعادل اي من الاختيارات الاتيه يمثل نسبه الاي 1 على الاي 2 ويحدد اتجاه تيار السلك اي 1. طيب عشان تكون النقطه سي نقطه التعادل فلازم يكون اتجاه الفيض الناتج من السلك والحلقه في عكس الاتجاه، وبالتالي التيار ده لتحت وبالتالي التيار ده هيكون لفوق، بحيث ان الفيض الناشئ من السلك عمود على الصفحه للخارج والفيض الناشئ من الحلقه عمود على الصفحه للداخل. تاني حاجه عشان دي تكون نقطه التعادل كثافه الفيض الناتج من ده بتساوي كثافه الفيض الناتج من ده، دي حلقه يبقى ده ميو في الاي 2 على 2 في نصف القطر اللي هو ار بيساوي الان بواحد. بالنسبه للسلك ميو في الاي 1 على 2 باي في البعد ده اللي هو ار برضه، وبالتالي هتلاقي ان 2 ار بتروح مع 2 ار، الميو بتروح مع الميو، وعندك هنا عايزين نسبه بين الاي 1 والاي 2، فالاي 1 على الاي 2 هيساوي الباي على الواحد. وبالتالي باي والاعلى. تسعة، مصدر التيار متردد تردده وفرق الجهد الفعال بين طرفيه والسرعة على التوالي مع مقاومة أمية مقدارها ومكثف سعته، فإن المفاعل السعوية للمكثف وشدة التيار في الدائرة. المفاعل السعوية للمكثف الإكس سي بتساوي 1 على 2 باي إف سي، وبالتالي ده تعويض مباشر، 1 على 2 باي في الإف ب 100 على باي في السي 1250 في 10 والسالب 6. وبالتالي هيطلع معاك على 2 في 1250 2500، هيطلع معاك 4. نيجي بعد كده عايزين شدة التيار، عشان تجيب شدة التيار فانت لازم يكون عندك فرق جهد وزد. هتبص هنا هتلاقي في ار وفي اكس سي، وبالتالي الزد بتساوي الجذر التربيع الار تربيع زائد اكس سي تربيع. عندك الار ب 3 وده ب 4 هتبقى ده 5 على طول. وبالتالي الاي بتساوي الفي اللي هي ب 20 على 5 هيطلع معاك 4 امبير. يبقى 4 اوم 4 امبير. السؤال رقم 10، في الشكل المقابل مغناطيس معلق في ملف زنبرقي حر الحركه. ويتحرك المغناطيس داخل وخارج ملف يتصل طرفيه بجلفانومتر صفر تدريجه في المنتصف، وعندما يهتز المغناطيس لاعلى والاسفل فان مؤشر الجلفانومتر. المغناطيس وهو نازل بتولد ام اف مستحثه. عشان تفهمها انت عندك دلوقتي ده نورس، ده نورس وده ساوث، وهو نازل فجانب الملف ده هيبقى ساوث، طب وهو طالع جانب الملف ده هيبقى نورس، وبالتالي هتلاقي ان هنا الام اف المستحثه بتتغير الاتجاه بتاعها، وبالتالي التيار هيغير اتجاهه، وبالتالي ده هينحرف يمين وشمال، وبالتالي يتذبذب حول صفر التدريج. 11، في الدائرة الكهربائية المقابلة إذا كانت القدرة الكهربائية المستهلكة من البطارية تساوي 150 واط، يبقى دي البي دبليو بتاعت البطارية، فإن المقاومة R تساوي. طيب البي دبليو بتاعت البطارية دي المستهلكة من البطارية بتساوي إيه؟ لاحظ هنا إن مفيش مقاومة داخلية، وبالتالي او لو حتى في مقاومه، المهم البي دبليو المستنفذه من البطاريه بتساوي الفي بي تربيع على المقاومه الكليه في الدائره. وبالتالي انت عندك الفي بي وعندك البي دبليو، فتقدر تجيب المقاومه الكليه. المقاومه الكليه عباره عن المقاومه المكافئه للاثنين دول، وبالتالي هتقدر تجيب الار. وبالتالي الار توتال بتساوي الفي بي تربيع اللي هي 15 تربيع على 150. 15 على 150 فيها 1/10 في 15 ب 1.5. تعالى نعملها تاني عشان هل 1.5 صح؟ صح 1.5. وبالتالي ده 1.5 او. ال 1.5 دي عباره عن ار على التوازي مع الاثنين اللي هي 2 ار على 2 زائد ار. طرفين في وسطين 2 في 1.5 ب 3 زائد 1.5 ار بتساوي 2 ار. وبالتالي انت عندك هنا ده هيجي هنا هيديك نص
نص ار بتساوي 3، يبقى الار بتساوي 6 اهو، وبالتالي ده بيساوي 6 اهو. السؤال 12، ملف موضوع في مجال مغناطيسي كثافه فيضه بحيث يميل على اتجاه المجال بزاويه 60، فيكون عزم الازدواج المؤثر عليه. لاحظ هنا عزم الازدواج، يبقى احنا بنجيب الزاويه ما بين العمود على مستوى ملف وخطوط الفيض، وبالتالي دي 60 يبقى دي 30، يبقى هنا الثيتا بتساوي 30 درجه. وعندك ده التاب، فان عزم ثنائي القطب المغناطيسي الملف، عايزين الام دي. انا عارف ان التاو بتساوي البي في الام دي ساين ثيتا، وبالتالي الام دي بتساوي التاو على البي في الساين ثيتا. التاو ب 2، البي ب 4/10، عندك الزاويه 30 ساين 30 بنص، وبالتالي يطلع معاك 4/10 في نص هيديك 2/10، 2 × 2/10 هيديك 10، وبالتالي تبقى ألف. السؤال 13، النسبة بين سرعة ضوء شعاع الليزر وسرعة ضوء المصابيح أو المصابيح الضوئية العادية تساوي الواحد ل 2.92 في الفراغ، المفروض هنا في الفراغ. 14، ملفان متجاوران اكس وواي عدد لفات الملف واي، ده ال ان واي. إذا مر تيار شدته 7 أمبير في الملف إكس، ده الـ IX، نتج عنه فيض مغناطيسي خلال ملف واي، ده الـ Phi MY، فإن معامل الحث متبادل بين الملفين يساوي تقريبا. السؤال ده زي ما قلنا قبل كده، الـ N هتبقى N2 Phi M2 بتساوي M في الـ I1. هنا الاتنين هنا هو الـ Y والـ 1 هو الـ X، واحنا عايزين نجيب الام، فالام على طول بتساوي الان واي اللي هي 2000 في الفاي ام واي اللي هي 2.5 في 10 سالب 4 على الاي اكس اللي هي 7. على طول 2000 3 2.5 نص ماشي. هيطلع معاك 7% تقريبا. السؤال 15، في الدائرة الموضحة أي من هذه الاختيارات يحقق حالة الرنين؟ عشان الدائرة تكون في حالة الرنين لازم يكون تردد الدائرة بيساوي تردد المصدر، تردد المصدر اللي هو الإف. فأنت هنا كل اللي أنت هتعمله إن أنت هتجيب التردد بتاع الاتنين دول أو الناتج من الـ L والـC وتشوف هل بيساوي الاف ولا لا. طيب ركز معايا، انت ممكن تهمل حاجات او تعلم على حاجات ان هي غلط بالنظر. احنا عارفين ان الاف بتساوي 1 على 2 باي جذر ال في السي. ركز معايا، انت عندك هنا في 2 باي هنا بره، هل ممكن ان انت لو ده بواحد وده بواحد هنا يطلع معاك هنا 1000 وهنا في باي؟ لا، يبقى ده غلط. طيب هل ممكن ده؟ ممكن. لو انت حطيت ده 1 على الباي وده 1 على الباي في 10 سالب 6، هتلاقي ان الباي بتروح مع الباي. جذر 10 سالب 6 ب 10 سالب 3 تطلع فوق ب 1000، 1000 على 2 هيديك 500. هو هنا بيقول لك ب 100، وبالتالي ده غلط. طيب نيجي هنا، عندك 2 و2 جذر ال 2 جذر ال 4 ب 2، وعندك هنا في باي 3/14 تبقى 6. لما تقسم حاجة على 6 هل هيديك 400؟ غلط، وبالتالي ده غلط برضه. طيب ده صح؟ اه ده صح. ما هي 7/22 هي نفسها 1 على الباي، 7/22 هي نفسها 1 على الباي، واحنا لسه جايبينها قلنا ب 500. فهمت كده؟ ففي حاجات تقدر تعمل لها غلط على طول اكس من غير ما تحلها. السؤال 16، أوميتر ينحرف مؤشره إلى ربع تدريج التيار، يبقى الـ I بتساوي ربع الـ IG. عندما توصل معه مقاومة، ده الـ RX، فإن المقاومة التي تجعل مؤشره ينحرف إلى الـ I بتساوي سدس الـ IG تساوي. قلنا الـ I بيساوي حاجة IG، فأنت عندك على طول الـ RX بتساوي مقلوب الرقم ده. مقلوب الرقم ده ناقص واحد يعني. طيب مقلوب الرقم ده اللي هو 4 او المقام يعني لو البسط بواحد، 4 ناقص 1 ب 3 في الار داش، وبالتالي الار داش بتساوي ار اكس اللي هي 9000 على 3 هيديك 3000.
نيجي بعد كده الاي لما يساوي سدس الاي جي يبقى الار اكس بتساوي 6 ناقص 1 ب 5 في الار داش اللي هي 3000، هيطلع معاك 15000. السؤال 17، شكل المقابل يمثل جزء من دائرة كهربية فإن المقاومة الكهربية المكافئة بين نقطتين E و B. أحل دي إزاي؟ ركز معايا، النقطة دي إيه؟ هي نفسها 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 إيه؟ وبالتالي أنت عايز المقاومة المكافئة بين النقطة إيه اللي هي نفسها B و B، وبالتالي المقاومة بين الـ E والـ B بصفر. بس دي أسهل طريقة. السؤال 18، عند رفع درجة حرارة شبه موصل من نوع ال N تايب، قلنا N تايب B تايب شبه موصل نقي، فعدد الإلكترونات والفجوات هيزيدوا بنفس المقدار. الحاجة الوحيدة اللي بتختلف هي في شبه الموصل النقي بنقول بيزيدوا بنفس المقدار والنسبة، وده كان مكرر برضو، كان بس كان بي من امتحانين أو ثلاثة. يبقى يزداد تركيز الإلكترونات الحرة وتركيز الفجوات بنفس المقدار. سؤال 19، في الشكل المقابل سلك نحاسي مستقيم يتحرك في مجال مغناطيسي منتظم بسرعة ثابتة في مسار على شكل مربع من نقطة X إلى نقطة Y إلى آخره. اعمل الأشكال البيانية التالية ومثل قوة الدفع الكهربية المستحسة بين طرفي السلك أثناء حركته. طيب هو هنا بادئ من عند الـ X، هو بيتحرك من الـ X ورايح للـ Y، بيتحرك عمودي على خطوط الفيض، وبالتالي بتتولد فيه EMF مستحسة عظمى، يبقى EMF هنا ماكس في المنطقة دي. بعد كده من الواي للزد بيتحرك موازي لخطوط الفيض، وبالتالي هنا زيرو. بعد كده من الزد للبي الام اف المستحس هنا قيمه عظمى لانه بيتحرك عمودي، ولكنها عكس دي لان ده كان بيتحرك لاعلى ده بيتحرك لاسفل، وبالتالي هنا ماكس برضو بس بالسالب. هنا بيتحرك برضو موازي وبالتالي صفر. وبالتالي نبدا من الاكس، ده هيبقى غلط لانه كله بالموجب. طيب هنا من عند الاكس لحد الواي قيمة عظمى، بعد كده نزل للسالب غلط. هنا من الاكس لحد الواي بالموجب، بعد كده صفر، بعد كده سالب، بعد كده صفر، وبالتالي ده صح، وبالتالي الاجابه تبقى جي. السؤال رقم 20، سقط شعاع ضوء طوله الموجي 7300 انجستروم على سطح معدن فانبعثت منه الكترونات كهربائيه طاقه حركتها العظمى، ده الكينيتيك انرجي ماكس. اذا سقط شعاع اخر طوله الموجي 8000 انجستروم اكبر من ده على سطح نفس المعدن في نطاقة الحركة العظمى للالكترونات الكهربائية العظمى. ركز معايا، ده سقط انبعث الالكترونات لها كينيتيك انرجي معينة، لما الطول الموجي بتاع الضوء السقط يزيد فانت عندك يا اما هتنبعث الالكترونات لو الطول الموجي ده ما زال اقل من الطول الموجي الحرج، يا اما مش هتنبعث. طيب اعمل ايه؟ وهنا عند اللمدا 1 بتساوي 7300 انجستروم، وعندي الكينيتيك انرجي في الحاله دي بتساوي نص الكترون فولت. اللمدا 2 بتساوي 8000 انجستروم، وبالتالي لو هتنبعث الكترونات هتبقى الكينيتيك انرجي اللي عندك اقل من نص الكترون فولت، لو مش هتنبعث هتبقى الكينيتيك انرجي بتساوي صفر. فالحل بتاعك واحد من الاثنين دول. لما نبص هنا للاختيارات هنلاقي اقل من ده واكبر من الصفر، ما هي دي اللي احنا بنقول عليها، او صفر. نص الكترون فولت غلط لان الطول الموجي مش متساوي، اكبر من النص الكترون فولت غلط لان الطول الموجي بتاعك قل. طيب عشان تتاكد بقى تعمل ايه؟ عشان تتاكد هنا فاحنا الطريقه السيستماتيك عشان ما تغلبش نفسك، يعني الطريقه السيستماتيك ان انت من دول لامدا 1 وكانت انرجي 1 هتجيب الاي دبليو، ومن الاي دبليو هتجيب اللمدا سي، بعد ما تجيب اللمدا سي هتقارنها باللمدا دو. ده الطريقه السيستماتيك. في طرق ثانيه ان انت ممكن تقول ان الدلتا كينيتيك انرجي بتساوي الدلتا اي، وتشوف هل الدلتا كينيتيك انرجي اقل من نص ولا اكبر من نص. لو الدلتا كينيتيك انرجي اكبر من نص فمعنى كده ان انت عديت الصفر، يعني نزلت للسالب، وبالتالي مش هينبعث. لو انت ما انتش فاهم حل بالطريقه المعتاده، هنجيب الاي دبليو. الاي دبليو بتساوي طاقة الفوتون الساقط اللي هو HC على لامدا 1
ناقص الكينيتيك انرجي 1. فده يطلع معاك 6 و 6 2 5 في 10 اس سالب 3 4 في 3 في 10 اس 8 على سالب 3300 في 10 اس سالب 10. تنقص منها الكينيتيك انرجي 1 اللي هي نص، ده الكترون فولت هتضرب في 1.6 من 10 في 10 اس سالب 19، هيطلع معاك الرقم ده. ده بيساوي اتش سي على لمدا سي، وبالتالي كل اللي انت هتعمله هتجيب اللمدا سي في طرف لوحدها تساوي اتش سي على الاي دبليو. الاي دبليو اللي احنا لسه مطلعينها هيطلع معاك الرقم ده. تضرب الرقم ده هو هنا عطيلك بالانجستروم، هتضرب ده في 10 اس 10 هيطلع معاك 10000 3 3 7 او 8، وانت عندك ده ب 8000، وبالتالي اللمدا 2 اقل من اللمدا سي، وبالتالي هتنبعث الالكترونات بطاقه حركه اكبر من الصفر واقل من نص الكترون فولت. سؤال 21، ملف في مربع طول ضلعه 20 سنتي وضع في مجال مغناطيسي كثافة فيضه، فكان الفيض الذي يخترق الملف، وهذا يعني أن الزاوية التي يصنعها الملف مع طول الفيض الفاي ام بتساوي البي في الاي ساين سيتا، حيث السيتا دي هي الزاوية اللي بيصنعها الملف مع طول الفيض، وبالتالي الساين سيتا بتساوي الفاي ام اللي هي 6 في 10 أس سالب 4 على البي اللي هي 3 في 10 أس سالب 2 في الاي، ده 20 سنتي اللي هي 2 من 10 متر، يعني 2 من 10 تربيع بس، على 3 فاد 1 3 فاد 2 ده 2 من 10 تربيع تبقى 4 من 100، 2 على 4 يديك نص، وبالتالي الستة 30 درجة بس. 22، في الشكل المقابل دائرة التيار متردد ار ال سي، فإن القدرة الكهربية المستهلكة في الدائرة تساوي القدرة الكهربية المستهلكة في أي دائرة بتكون في المقاومات، وبالتالي كل اللي احنا هنعمله إن احنا هنجيب التيار اللي ماشي في الدائرة نربعه ونضربه في قيمة المقاومة. طيب عشان تجيب التيار فأنت محتاج تجيب الزد، عندك هنا الزد بتساوي جذر التربيع الأر تربيع زائد إكس ال ناقص إكس سي 16 ناقص 8 ب 8 هيطلع معاك 10 أوم، وبالتالي الأي بتساوي الفي اللي هي 200 على 10 هيطلع معاك 20 امبير، 20 تربيع في قيمه المقاومه ب 6، 400 في 6 ب 2400 واط. سؤال 23، في الشكل المقابل موصلان الاول من البلاتين والثاني من النحاس لهما نفس الطول ومساحه المقطع، اذا علمت ان المقاومه النوعيه للنحاس اقل من نظيرتها للبلاتين فانه عند ثبوت درجه حراره تقوم. ركز معايا، انت عندك الموصلين دول بيمر فيهم نفس التيار، فحاله توسيع التوالي الفي بتتناسب مع الار، وعندك الار بيتناسب مع الرو اي عند ثبوت ال والاي. طيب الرو اي بتاعت البلاتين اكبر من النحاس، وبالتالي الار بتاعت البلاتين اكبر من النحاس، وبالتالي فرق الجهد بين البلاتين يبقى اكبر من فرق الجهد بين النحاس. طيب يبقى الفي 1 اكبر من الفي 2. السؤال 24، تعتزم مصر بقالها سنين بتعتزم، اما نشوف هتعملها امتى، بناء محطه نوويه كامله في منطقه الضبعه شمال البلاد تتكون من اربع وحدات قدره الواحد الوحده الواحده يبقى ده البي دبليو، فتكون القيمه التقريبيه لكتله الماده المشعه من المحطه والمتحوله للطاقه في الثانيه عايزين الام. انا عارف ان الاي بتساوي ام سي سكوير، وانت هنا بيقول لك عاوزين الطاقة المتحولة في الثانية، وبالتالي انت هنا لو قسمت او الاي بنقول ان هي بتساوي البي دبليو في التي، لو ده بيساوي واحد ثانية فانت عندك مقدار الاي هيساوي مقدار البي دبليو. طيب انت عندك هنا
دول اربع وحدات كل واحدة ب1200، وبالتالي البي دبليو توتال بتساوي 4 في البي دبليو بتاعت الوحدة. واحنا بنقول لو ضربت ده في تي هيطلع معاك الاي، التي هنا بواحد، وبالتالي مقدار الاي هي مقدار البي دبليو، وبالتالي هنا الاي بتساوي ام سي سكوير، وبالتالي الام بتساوي الاي اللي هي 4 في البي دبليو الكلية او البي دبليو بتاعت الوحدة، لان احنا تمام 4 في البي دبليو اللي هي 1200. لاحظ ان دي بالميجا تضربها في 10 اس 6 والتي بواحد وتقسمها على مربع سرعة الضوء اللي هي 9 في 10 اس 16، وبالتالي 48 في 10 اس 8 على 9 في 10 اس 16 هيطلع معاك 5.33 في 10 اس 8 كيلو جرام. سؤال 25، الشكل البياني المقابل يوضح العلاقة بين الفيض المغناطيسي الذي يخترق ملف دينامو والزاوية بين مستوى ملف والمجال خلال نصف دورة. إذا علمت أن الملف يتكون من 150 لفة، السؤال ده مكرر برضو، هيطلب منك الـ EMF المتوسطة أو إلخ، فهتجيب الـ EMF ماكس إلخ يعني بين العلاقة دي، ويدور بمعدل 49 دورة في الثانية ده الـ F. فإن متوسط الـ EMF المتولدة خلال ربع دورة من الوضع العمودي على المجال EMF average خلال ربع دورة بتساوي، طبعا هنا قدامك حلين، يا إما EMF average خلال ربع دورة بتساوي 4F NAB، يا إما بتساوي 2 على باي EMF max. عشان تجيب الـ EMF max، هل أنت عندك هنا الـ EMF max؟ لا، وبالتالي الأسهل أنت تبص للقانون ده. القانون ده هو عطيك الـ F وعطيك هنا الـ N، والاي بي محتاج تجيبها. طب الاي بي اجيبها منين؟ ما الاي بي دي هي الفاي ماكس، وانت هنا عندك علاقه بين الفاي ام والسيتا، عندك هنا لما تكون السيتا بصفر الفاي ام بصفر، حيث وبالتالي السيتا هنا هي الزاويه ما بين مستوى ملف وخطوط الفيض، وبالتالي هنا تقدر تقول ان الفاي ام بتساوي فاي ماكس ساين سيتا. لما تكون السيتا ب 30 الفاي ام 25 من 1000، تقدر تجيب الفاي ماكس اللي هي نفسها البي في الاي، وبالتالي هتقدر تجيب الـ EMF average. يبقى انا عندي هنا الفاي ماكس بتساوي 25 من 1000 على ساين 30 اللي هي بنص، هيطلع معاك 5 من 100. نيجي بعد كده نعوض هنا EMF average بتساوي 4 في الـ F اللي هي 49 في الـ N اللي هي 150 في الـ A في الـ B اللي هي 5 من 100. هيطلع معاك 1470 فولت. ستة وعشرين، انتقل الالكترون ذرة الهيدروجين من مستوى الطاقة الثاني إلى مستوى الطاقة الأول. فإذا علمت أن طاقة المستوى الأول سالب 3.6، فإن طاقة الفوتون المنبعث هي طاقة الفوتون المنبعث بتساوي فرق الطاقة بين المستويين اللي هي A2 ناقص A1. الـ A2 عبارة عن إيه؟ إحنا عارفين الـ AN بيساوي الـ A1 على N تربيع، وبالتالي 2 تربيع ب 4 ناقص A1. خد الـ A1 عامل مشترك، والـ A1 الطاقة بتاعته بسالب 13.6، هو هنا عايز الطاقة بالجول، وبالتالي هتحول من الكترون فولت الجول، هتضرب فيه شحنة الالكترون، هيتفضل هنا ربع ناقص 1 بس. يبقى انت عندك سالب 13.6 في 1.6 في 10 سالب 19 في ربع، او على طول سالب 75 من 100، هيطلع معاك 1.632 في 10 سالب 18 او 1.63 في 10 سالب 18. سؤال 27، بطارية قوات الدفع الكهربية 6 فولت تتصل بأميتر على التوالي وصلت مقاومة أومية ووصلة ثنائية بطريقة معينة مع البطارية، فكانت قراءة الأميتر 3.1 أمبير. يا إما الوصلة هنا متوصلة على التوالي وأمامي،
يا اما متوصله. المهم يعني سيبك، هنفهمها دلوقتي. ثم عكس وضع الوصله الثنائيه فكانت قراءه الاميتر 1/10 امبير. ركز معايا، في حاله ان الوصله كانت متوصله بطريقه معينه مر 3/10 امبير، ولو عكست وضع الوصله فهيمر 1/10 امبير، يبقى في كل الحالتين، في كلا الحالتين مر تيار، وبالتالي الوصله هنا مش متوصله توالي، لانها لو متوصله توالي كان هيبقى في احدى الحالات من دول التيار اللي ماشي في الدايره بصفر. بيقول لك هنا فإن قيمة كل من المقاومة الأمية ومقاومة الوصلة الثنائية في حالة التوصيل الأمامي هما على الترتيب. طيب يبقى أنا عندي هنا الوصلة متوصلة توازي مع المقاومة. تتوقع كده التيار الكبير هيمر في حالة التوصيل الأمامي ولا العكسي؟ طبعا التيار الكبير هيمر في البطارية في حالة التوصيل الأمامي، يبقى دي كده. لو أنت عكست وضع الوصلة فتبقى كده. وبالتالي الوصلة هنا متوصلة عكسي، وبالتالي التيار هيقل لأن التيار هيبقى ماشي بس في المقاومة بس. يبقى أنت عندك هنا ده 3/10 أمبير، وعندك هنا 1/10 أمبير. طيب في حالة التوصيل العكسي للوصلة الدايرة بتاعتك هتبقى كده بس. عندك القوة الدافعة بـ6 فولت، ما قالكش المقاومة الداخلية بكام، وبالتالي هتفترض المقاومة الداخلية بصفر. لو قسمت ال 6 فولت على التيار اللي ماشي في المقاومه اللي هو 1/10 هيديك قيمه المقاومه اللي هي ب 60 اوم. 6 1/10 ب 60 اوم، يبقى انت عندك الار بتساوي 60 اوم. نيجي بعد كده في حاله التوصيل ده، عندك برضو فرق الجهد بين طرفي المقاومه هيفضل 6 فولت، وبالتالي التيار اللي هيمشي فيها هيفضل 1/10، وده التيار اللي ماشي فيها هيبقى 3/10 ناقص 1/10 ب 2/10 امبير. التيار هنا نص التيار هنا، ايه سوري، ضعف التيار هنا، وبالتالي المقاومه دي نص دي، وبالتالي ده ب 60، فالار بتاعت الدايود هتبقى ب 30. يبقى انت عندك المقاومه الاوميه ب 60 ومقاومه الدايود ب 30. نكمل بعد المغرب عشان المغرب بيتدق. السؤال 28 بيقول لك سلك مستقيم عمودي على مستوى الصفحة ويمر به تيار كهربي شدته I اتجاهه إلى داخل الصفحة، وموضوع في مجال مغناطيسي خارجي كثافة فيضه، فإذا كانت القوة المغناطيسية المؤثرة على وحدة الأطوال من السلك 16 × 10^5 نيوتن على متر، يبقى ده الـ F على الـ L، واتجاهها في مستوى الصفحة ولأعلى، في مستوى الصفحة ولأعلى يعني كده. فإن شدة التيار والاتجاه المجال. طيب عشان نحدد اتجاه المجال فاحنا عندنا قاعدة فليمنج اليد اليسرى، ادي اتجاه القوة الأعلى وادي اتجاه التيار كده. ركز معايا، اتجاه القوة الأعلى اتجاه التيار عمود على الصفحة الداخل، وبالتالي اتجاه المجال ناحية اليسار، وبالتالي اتجاه المجال كده. ده أول حاجة. تاني حاجة محتاجين نجيب شدة التيار I الإف على ال بيساوي، لاحظ هنا إن المجال عمود على السلك عمود على القوة، وبالتالي الثيتا ب 90، وبالتالي اف على ال بتساوي البي في الاي، وبالتالي الاي على طول بتساوي الاف على ال اللي هي 16 × 10^5 على البي اللي هي 2 × 10^5. 16 على 2 هيطلع معاك 8 امبير، وبالتالي 8 امبير والى اليسار. سؤال 29، ملفان متجاوران اي وبي تتغير شدة التيار المار في الملف A بمعدل، يبقى ده دلتا I باي دلتا T A، في التولد قوة دفع كهربية مستحثة عكسية في الملف B مقدارها EMF B، وبالتالي ده حث متبادل. يكون معامل الحث المتبادل بين الملفين EMF B بتساوي سالب M دلتا I باي دلتا T A، وبالتالي M بتساوي EMF B على دلتا I باي دلتا T، وبالتالي احنا عندنا M بتساوي 4/5، هيطلع معاك 8/10. السؤال 30، في الدائرة المقابلة مقدار الـ VB التي تجعل قراءة الأميتر تساوي صفر تكون، عايزين قراءة الأميتر تساوي صفر. ركز في الأسئلة الشبه دي، قراءة الأميتر تساوي صفر معناها إن مفيش تيار هيمر هنا. طالما مفيش تيار هيمر هنا، لو جيت عند النقطة دي المفروض التيار اللي طلع من هنا هنسميه I يجي عند النقطة دي ويتوزع، مفيش تيار هيمر هنا، معناها إن التيار ده كله هينزل لتحت، وبالتالي ده بيساوي صفر. التيار ده هو نفس التيار ده، وعاوزين دلوقتي نجيب الـ VB.
عشان تجيب الفي بي، فهتلاقي لو انت طبقت كرشوف الساعه على المسار ده هتلاقي ان مفيش هنا فرق جهد، وبالتالي الفي بي هي نفسها فرق الجهد ما بين النقطتين دول. يبقى انا دلوقتي محتاج اجيب فرق الجهد ده، عشان تجيب فرق الجهد ده محتاج تجيب الاي. هاجي على المسار ده هطبق كرشوف الثاني، سيجما الفي بي بتساوي سيجما الاي في الار، سيجما الفي بي بتساوي 12. عندك هنا الاي بيمشي في 2 وفي 4 اللي هو 6. لاحظ هنا ان رغم ان يعني المسار بتاعك ده المفروض يعني ان انت تستخدم كيرشوف، ولكن تقدر هنا تستخدم قانون اوم للدائره المغلقه عادي، لان التيار ده هو نفس التيار ده، كان ده مسار واحد، كان ده ملوش علاقه باللي بيحصل يعني. المهم تبقى الاي في 2 و4 6، وبالتالي الاي بتساوي 12 على 6 هيديك 2 امبير. نيجي بعد كده هنا هنلاقي ان فرق الجهد ده زي ما قلنا هو نفسه الفي بي، وبالتالي الفي بي بتساوي 4 في الاي 4 في 2 ب 8 فولت. طبعا كنت ممكن تجيبها بطريقه ثانيه، انت عندك ال 12 فولت ده هتتوزع على الاثنين والاربعه، ده هياخد 8 وده هياخد 2، ال 8 دي هي نفسها دي. امشي بقى يا دبان، حاجه غريبه. مكثفان اي وبي ساعتيهما 1 و5 مايكرو فراد على الترتيب يتصلان معا على التوالي مع مصدر التيار متردد جهده، فان فرق الجهد بين لوحي كل من المكثفين. طيب احنا قلنا في حاله التوصيل على التوالي شده التيار اللي ماشيه بتكون متساويه، وبالتالي عندك هنا الفي بيتناسب طرديا مع الاكس ال. طيب الاكس ال بتساوي 1 على الاوميجا في السي، وبالتالي الاكس ال بتتناسب عكسيا مع السي، يبقى الفي بتتناسب طرديا مع الاكس ال، سوري دي اكس سي بعتذر، الفي بتتناسب طرديا مع الاكس سي وعكسيا مع السي، وبالتالي الفي بتتناسب عكسيا مع السي بس. وبالتالي احنا هنا عاوزين فرق الجهد بين طرفي كل المكثفين، هنبدا بالمكثف ايه الفي اي على فرق الجهد الكلي بيساوي تناسب عكس مع الساعة، وبالتالي دي الساعة الكلية على السي اي. محتاجين نجيب الساعة الكلية في حالة توصيل المكثفات على التوالي، السي توتال بتساوي 1 في 5 اللي هي 5 على 1 زائد 5 اللي هي 6، وبالتالي ده بيساوي 5 على 6 على السي اي اللي هي بواحد، وعندك الفي بيساوي 24. ثواني، وبالتالي احنا هنا عندنا الفي اي بتساوي 24 في 5 على 6 على 6 فاعل 1 على 6 فاعل 4، هيطلع 4 في 5 ب 20 فولت، وبالتالي الفي بي بتساوي 4 فولت. فهمت الفكره عامله ازاي؟ بس يبقى 20 و4. سؤال 32، أي حالات الآتية تكون فيها محصلة كثافة الفيض المغناطيسي عند النقطة إكس منعدمة متكررة؟ أول حاجة هنبص التيار هنا في السلكين في عكس اتجاه، نقطة التعادل بتكون خارج السلكين وأقرب للسلك لتيار أقل، وبالتالي دي تنفع. تعال كده نشوف بقى، المفروض الأي على البعد ده بيساوي الاتنين أي على البعد ده، هنلاقي إن دي تنفع نقطة التعادل. أي على الدي هي نفسها 2 أي على 2 دي. التيار هنا في السلكين في عكس الاتجاه، وبالتالي نقطة التعادل بتكون خارج السلكين وبالقرب من من السلك لتيار اقل، المفروض الاي على الدي 3 اي على 3 دي، وبالتالي برضه نقطة التعادل. طب نبص هنا هنلاقي ان احنا عندنا التيار في السلكين متساوي وفي عكس الاتجاه، وبالتالي مفيش نقطة تعادل ليهم، وبالتالي نقطة اكس مش هتنفع. احنا عارفين ان لما التيار يكون في السلكين متساوي في عكس الاتجاه لا تتكون نقطة تعادل الا لو السلكين فوق بعض، وبالتالي لا. طيب دي تيار في السلكين في عكس الاتجاه وعامل لك هنا نقطة تعادل بالقرب من التيار من السلك لتيار أكبر، طبعا غلط، وبالتالي هتبقى 1 و2 فقط. خلصت أنت كمان؟ ماشي. سؤال 33، أثناء حركة الحلقة المعدنية ومستواها في مستوى الصفحة تولد بها تيار مستحس كما هو مبين بالشكل، فيكون اتجاه حركة الحلقة المعدنية. لاحظ هنا إن الحلقة المعدنية اتحركت وبالتالي تولد فيها تيار مستحس، وبالتالي التيار ده تيار مستحس. طيب هنلاقي هنا إن اتجاه التيار في عكس اتجاه التيار، التيار المستحس في عكس اتجاه التيار اللي ماشي في السلك، وبالتالي ده مستحس عكسي. التيار المستحس العكسي هيتولد إمتى؟
بيقول لك الى اعلى سطح موازيه للسلك، زي ما قلنا قبل كده لو اتحرك لاعلى، موجوده في الامتحان اللي فات شبهها. قلنا هنا لو اتحرك موازي للسلك ما بيتولدش ام اف، نفس الفكره هنا، وبالتالي ده وده غلط. طيب هل هيتحرك بالقرب ولا بيتحرك من البعد؟ احنا بنقول عكسي، وبالتالي هيتحرك بالقرب، وبالتالي الاجابه تبقى جي. انت عندك الفيل اللي بيخترق الحلقه، كل ما الحلقه دي تقرب كل ما الفيل بيزيد، لان كثافه الفيل او الحلقه بتدخل منطقه كثافه الفيل اكبر، وبتغادر المنطقه كثافه الفيل فيها اقل، وبالتالي هيتولد فيها تيار مستحث عكسي، وبالتالي الاجابه تبقى جي. سؤال 34 بيقول لك من استخدامات الليزر قطع الواح الصلب والتي قد يصل سمكها الى 3 سم، ويعتمد هذا الاستخدام على خاصيه، طبعا عشان تقطع فانت لازم حراره عاليه، وبالتالي حراره عاليه تبقى الشده العاليه للليزر بس. 35 اذا علمت ان الطول الموجي المصاحب لحركه الالكترون في احد مستويات الطاقه لذره الهيدروجين ده اللمضه، فان سرعه الالكترون في هذا المستوى تساوي تقريبا عايزين الفي. طيب احنا هنا عندنا اللمضه وعايزين الفي، نعمل ايه؟ نعوض في علاقه دي براولي بس، وبالتالي الفي بتساوي الاتش على الام في اللمضه بيساوي. تسعة وتسعة تمانية سالب عشرة، هيطلع معاك سبعة وتسعة وعشرين من مية في عشرة أس خمسة، أو سبعة وتلاتة من عشرة في عشرة أس خمسة. مش عارف في الدبانة دي أعمل فيها حاجة صعبة. السؤال رقم 36 الشكل المقابل يوضح مصباح كهربي متوهج، فتكون نسبة طاقة الإشعة تحت الحمراء الصادرة عنه إلى طاقة الأشعة المرئية. احنا خدنا إن درجة حرارة المصباح المتوهج 3000 كلفن، المصباح المتوهج 80% من الإشعة بتاعه بيكون إشعة تحت حمراء و20% بتكون ضوء مرئي، وبالتالي هنا بيقول لك نسبة طاقة الأشعة تحت الحمراء الصادرة عنه إلى طاقة الأشعة المرئية، الأشعة تحت الحمراء 40 يعني 4 امثال الاشعه المرئيه، وبالتالي تبقى اكبر من الواحد. الحاجات دي موجوده في الكتاب. 37 ملف حث حثه الذاتي ال زاد عدد لفاته الى 3 امثال قيمته، يبقى انت عندك ال ان 2 بتساوي 3 ان 1 مع ثبوت طول الملف ومساحه مقطعه، فان حثه الذاتي يصبح. طيب احنا عندنا الحث الذاتي ال ال بتساوي الميو في ال ان تربيع في الاي على ال، ده ثابت وده ثابت وده ما اتكلمش عنه يبقى ثابت، يبقى ال بتتناسب تقديم مع ال ان تربيع. لما يزيد 3 امثاله يبقى ال ان تربيع هتبقى 9، وبالتالي ال هيزيد 9 امثاله. السؤال اللي بعد كده 38 اتكرر برضو السؤال ده، شكل مقابل يوضح دائره كهربيه مغلقه تحتوي على اعمده كهربيه متماثله مهمله المقاومه الداخليه، فتكون شده التيار منعدمه فيه. قلنا عشان تنعدم شده التيار عايزين كثافه الفي، سوري كثافه الفي دي، عايزين فرق الجهد ينعدم، لان الفي بتساوي الاي في الار، فانت عندك عشان ده يكون بصفر فلازم ده يكون بصفر لان ده لا يساوي صفر. تعال نبص كده المسار ده، موجب سالب سالب موجب، وبالتالي سيجما الفي بي في المسار ده هتساوي صفر، وبالتالي فرق الجهد على المقاومه دي بيساوي صفر، وهنا بيقول لك فتكون شده التيار منعدمه فيه، يبقى المقاومه 2 هتنعدم فيها شده التيار. طيب هنا جايب لك اختيار المقاومه 2 والمقاومه 6، وبالتالي لازم تتاكد ان المقاومه 6 او تشوف المقاومه 6 هينعدم فيها ولا لا، يبقى ده غلط وده غلط، يا اما ده الصح يا اما ده الصح. طيب تعال نشوف كده، احنا عندنا قلنا ان فرق الجهد هنا بصفر، لو احنا عايزين نشوف المقاومه 6 تعال ناخد المسار ده، هتلاقي ان هنا موجب سالب سالب موجب دول ضاعوا مع بعض، يجي بعد كده سالب موجب
وبالتالي فرق الجهد على دي هو نفسه فرق الجهد ده اللي هو 10، وبالتالي ده هيمر فيها طيارة، وبالتالي ده غلط، وبالتالي الإجابة الوحيدة اللي تنفع هي ب. بس 39، الشكل المقابل يوضح ملف الأولمبي يتكون من 60 لفة يمر بها تيار كهربي، إذا وضع هذا الملف بالكامل داخل المجال المغناطيسي الخارجي كثافة فرضه سماها ب داش واتجاهه موازي لمحور الملف ولا يمين الصفحة، فإنه عند منتصف محور الملف الأولمبي اللي هي عند النقطة دي تكون. أول حاجة هتشوف إذا كان المجال الناتج عن مرور التيار في الملف في نفسه ولا في عكس اتجاه المجال ده. أنت عندك التيار كده، وبالتالي المجال الناتج عن مرور التيار في الملف هيكون ناحية اليسار، وبالتالي كثافة الفيض الكلية هتطرح. والله الدبانة دي وشتني مش عارف أعمل إيه، لا إله إلا الله. وبالتالي هتطرح، وبالتالي هنيجي هنا يا اما هتجيب كثافه الفيض الناتج من الملف وبعد كده تشوف الكبير ناقص الصغير، او ان انت تفترض ان اي واحد فيهم الكبير تقول ان البي توتال بتساوي مثلا البي الخارجي ناقص البي بتاع الملف. لو طلع الرقم ده بالسالب معناها ان البي بتاع الملف هو اللي اكبر، لو طلع بالموجب يبقى البي الخارجي هو اللي اكبر، فده هيساوي البي الخارجي اللي هو 5.2 من 10 في 10 سالب 3 ناقص البي بتاع الملف عبارة عن الميو اللي هي 4 باي في 10 سالب 7 في الاي اللي هي 3.5 في الان اللي هي ب 60 على ال اللي هي ب 11 سم اللي هي 11 في 10 سالب 2. بس يبقى احنا عندنا دلوقتي 5.2 من 10 في 10 سالب 3 ناقص 4 في 22 على 7 في 10 سالب 7 في 3.5 في 60 على 11 من 100. طلع معاك بالموجب 2.8 من 10 في 10 سالب 3. يبقى البي داش اللي هو المجال الخارجي اكبر من المجال بتاع الملف، وبالتالي اتجاه محصله كثافه الفيض في نفس اتجاه المجال الخارجي، و2.8 من 10 في 10 سالب 3 هتبقى 1000. السؤال اللي بعد كده رقم 40 بيقول لك ثلاثه مكثفات متماثله سعه كل منها 60 مايكرو فراد وصلت معا باربع طرق مختلفه، فان الترتيب الصحيح لهذه الطرق حسب السعه الكليه لهذه المكثفات هو. تقدر ترتبها بسهوله، انت عندك في حاله المكثفات المتماثله اكبر سعه بتكون في حاله توصيلها على التوازي، واقل سعه بتكون في حاله توصيلها على التوالي، وبالتالي هم ثلاثه توصيلها على التوالي يبقى دي اقل سعه. عندك دي متوصيلها على التوازي دي اكبر سعه. بعد كده تقارن ما بين الاثنين دول، انت عندك هنا السعة بتاعتك هتبقى 2 سي على التوالي مع سي، 2 سي على التلاتة، هنا تبقى سوري سي على الاتنين على التوازي مع السي هتبقى 1.5 سي، وبالتالي دي أكبر من دي، وبالتالي هتبقى من الصغير للكبير أقل واحدة اللي هي دي اللي هي 2، وبعد 2 هتبقى 4، وبعد 4 هتبقى 3، وبعد كده 1. يبقى 2 4 3 1 اللي هي رقم ب. بس 41، الكود الرقمي لعدد التنازل 12، يا اما تعمله بالآلة الحاسبة يا اما 12 على 2 فيها 6 وتفضل 0، 6 على 2 فيها 3 وتفضل 0، 3 على 2 فيها 1 وتفضل 1، 1 على 2 فيها 0 وتفضل 1، وبالتالي هتطلع معاك رقم د. 42، الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين ام اف الناتجة من دينامو تيار متردد والزمن خلال نصف دورة، فإذا كان عدد لفات ملف الدينامو ومساحة مقطع كل لفة فإن كثافة الفيض المؤثرة عايزين البي. هنا علاقة بين الإم إف وبين التي، وأعطيك الإي والإن عاوز البي، يعني أكيد هتعوض في القانون ده، إم إف ماكس بيساوي الإن في الإي في البي في الأوميجا اللي هي 2 باي على التي. هتبص هنا الإم إف ماكس تقدر تجيبها من هنا، طبعا سهل ان احنا نجيبها، هنفهم ازاي نجيبها. ام اف ماكس تقدر تجيبها من هنا،
طبعا انت ممكن تجيبها بمجرد النظر، يعني انت عندك دلوقتي ده ربع الزمن الدوري، عند ربع الزمن الدوري الزاوية بتبقى 90، ده عند الزاوية 45 لو ده سيتا. بمعنى كده ان دي هي القيمة او القيمة اللحظية دي تساوي القيمة الفعالة، وبالتالي انت عندك هنا 100 جذر 2 بتساوي ام اف ماكس على جذر 2، وبالتالي ام اف ماكس بيساوي 100 جذر 2 في جذر 2 اللي هي 200. يبقى ده عندك. طيب ال ان اعطاها لك، ال اي اعطاها لك، ال تي تقدر تجيبها برضو من هنا، ده نصف الزمن الدوري. وبالتالي انت عندك ال تي كابيتال بتساوي 10 في 2 ب 20 في 10 وسالب 3 ثانيه. فتقدر تجيبها باكتر من طريقه. طبعا طالما ان ده عندك وده عندك وده عندك تقدر تجيب ده، طالما ان ده برضو موجود. بس الطريقه الثانيه عشان كنت تجيب الاي ام اف ماكس، هتقول انت عندك هنا الاي ام اف بدأ من الصفر، وبالتالي هتقدر تطبق الساين اي ام اف بتساوي اي ام اف ماكس ساين اوميجا اللي هي 2 باي على التي في التي سمول. هتلاقي هنا ان انت عندك التي ب 2.5 في 10 سالب 3، والتي كابيتال ب 20 في 10 سالب 3، والباي ب 180 لانك داخل الساين، والاي ام اف بتساوي 100 جذر 2، فتعوض تجيب الاي ام اف ماكس. تعالى نكمل هنا. يبقى عندي الاي ام اف ماكس اللي هي 200 بتساوي الان اللي هي 70 في الاي اللي هي 1/10 في البي اللي انا عايز اجيبها في 2 في 22 على 7 على التي اللي هي 1 على 20 في 10 سالب 3. 7 فيها الواحد على 7 فيها ال10، ده مع ده نجيب ده في طرف لوحده هيطلع معاك 700 مضروبة في 20 في 10 سالب 3 اللي هي في المقام هنا، مقسومة على 44. طبعا ممكن تشيل الصفرين دول مع الصفر ده مع ده، 7 في 2 ب 14 على 44 هيطلع معاك 32%. لا في هنا حاجة غلط، ازاي؟ بعتذر، دي مش 700، دي 200، دي 200 اللي ام اف ماكس. يبقى 2 في 2 ب 4 هيطلع معاك 9%. السؤال 43، جلفانومتر حساس مقاومة ملفه أقصى تيار يتحمله، وصلنا ملفه على التوازن المقاومة مقدارها دي الار اس على طول لكونه معا جهازا واحدا. طبعا ده أميتر. وصل هذا الجهاز على التوالي بمقاومة مقدارها لكونه فولتميتر، فإن أقصى فرق جهد يمكن أن يقيسه هذا الفولتميتر بسبب. قلنا نتعامل مع الجهاز الأول كأنه جلفانومتر ونستخدم نفس القوانين. فإحنا هنا كان عندنا جلفانومتر المقاومة بتاعته ب 40 أوم، وأقصى تيار بيتحمله بتساوي 10 مللي أمبير. وصلت معاه التوازي مقاومة 10 اوم، فاحنا الاي اللي احنا هنجيبه ده هو الاي جي داش اللي هو الاي جي الجديد، وبالتالي الاي جي داش بيساوي الاي جي زائد اي جي ار جي على الار اس. الاي جي ب 10 زائد الاي جي 10 في الار جي ب 40 على 10 هيطلع معاك ده ب 40 و10 50 مللي امبير. يبقى دي الاي جي داش، وهتجيب الار جي داش اللي هي المقاومه الكليه في الحاله الاولى 40 على التوازن على 10 400 على 50 هيطلع معاك 8 اوم. هاخد الجهاز ده اللي هو الاي جي داش ب 50 مللي امبير والار جي داش ب 8 اوم،
اوصل معاه مقوى مهار ام بتساوي 792 على التوالي، وعاوزين هنا نجيب الفي. الفي هتساوي الاي جي داش في الار جي زائد الار ام. نلاقي الاي جي داش في الار جي زائد الاي جي داش في الار ام بيساوي الاي جي داش اللي هي 50 في 10 سالب 3 لان ده بالملي، الار جي طبعا ده هتبقى داش اللي هي ب 8 زائد 7 9 2 هيطلع معاك ده 800، 800 في 5 ب 4000 تطلع 4 او 40. تعالى نعملها بقى 5 في 10 سالب 2 5% في 800 40. ملف حس معامل حسي الذاتي مقاومته الاوميه متصل بمصدر التيار متردد تردده، فان التيار المر عبر الملف اي ال هتجيب الزد ال، وبعد كده تقسم الفي على الزد ال هتجيب ال. طيب عشان تجيب الزد ال هتجيب الاكس ال بتساوي 2 في الباي اللي هي 22 على 7 في الاف اللي هي 80 في ال اللي هي 7 على 88. هتلاقي ان السبعه بتروح مع السبعه تعمل باي او على 22 فيها الواحد على 22 فيها الاربعه، 8 على الاربعه فيها ال 20، 20 في 2 ب 40. بعد كده الزد ال بتساوي الجذر التربيعي للار ال تربيع زائد الاكس ال تربيع هيطلع معاك 50 او. بعد كده الاي بتساوي الفي اللي هي ب 10 على 50 هيطلع معاك ب 2 من 10 امبي. 45 في انبوبة اشعة الكاثود عند عدم توصيل الشبكة بأي اشارة كهربية. لو انت ما وصلتش الشبكة بأي اشارة كهربية هتفضل فرق الجهد او الجهد بتاعها زي ما هو، وبالتالي الشدة على الشاشة مش هتتغير. لا يمكن التحكم في مسار غلط، ده الواحد التحكم او نظام تحريك الشعاع. لا يمكن التحكم في شدة اضاءة الشاشة لا تضيء الشاشة ارتد الشعاع. وما دول غلط، هو لا يمكن التحكم في شدة إضاءة الشاشة. هو هنا بيقول لك عند عدم توصيل الشبكة بأي إشارة كهربية، مش لا يمكن التحكم، هي اللي بيتحكم إن في إشارة. طب لو مفيش إشارة هتفضل الشدة زي ما هي، وبالتالي المفروض هنا تظل الشدة كما هي، يعني مش لا يمكن التحكم. سؤال 46 الشكل المقابل يوضح مخططا لمستويات الطاقة في ليزر الهيليوم نيون. أي من الانتقالات الموضحة يحدث عندما تصطدم ذرة الهيليوم المسارة بذرة النيون غير المسارة؟ هتصار ذرة النيون وذرة الهيليوم هتفقد طاقة إثارتها، وبالتالي لما ده بيخبط في ده عندك طاقة الإثارة بتنتقل من هنا لهنا، وبالتالي ذرة النيون بتصار من المستوى الأول المستوى إيه المستوى سي يعني اللي هو 3، وده بيفقد إثارته وبالتالي هي من هنا لهنا من A ل B، وبالتالي 2 و 3. السؤال رقم 47 في الدائرة الكهربائية المقابلة إذا كانت قراءة الفولتميتر 4.5 فولت فإن قيمة المقاومة الداخلية R2 تساوي. بيقول لك هنا إن قراءة الفولتميتر اللي هو بيقيس فرق الجهد ما بين النقطتين دول بيساوي 4.5 فولت. أعطيك هنا القوة الدفع ب 4 وهنا القوة الدفع ب 10، وبالتالي البطارية دي بتفرغ ودي بتشحن والتيار اللي ماشي في الدائرة في الاتجاه ده. طيب هل دي ازاي؟ ركز معايا، انت عشان تجيب الار2 فانت محتاج يا اما هتجيب المقاومه اللي في الدايره كلها، وعشان تجيب المقاومه اللي في الدايره كلها فانت هتقول ان الفي بي 1 ناقص الفي بي 2 بيساوي الاي في الار الكليه الار الخارجيه زائد الار الداخليه، وبالتالي انت محتاج الاي، او ان انت هتطبق في المعادله بتاعت دي ان فرق الجهد اللي هو 4.5 ده بيساوي الفي بي 2 زائد الاي في الار2. في كل الحالات انت محتاج تجيب الاي. طيب اسهل طريقه اجيب الاي هي ايه؟ مش هو بيقول لك ان فرق الجهد ما بين هنا وهنا بيساوي 4.5؟ طب فرق الجهد ده انهي الموجب وانهي السالب؟ ده الموجب وده السالب، وبالتالي لو انت طبقت كيرشوف على المسار ده هتقدر تجيب الاي. تعالى كده طبق كيرشوف، سيجما الفي بي بيساوي سيجما الاي في الار
عندك سالب موجب هتاخدها بالموجب وبالتالي ده ب10 بيساوي. عندك الاي ده ماشي فيه، لاحظ ان انا بقول فرق الجهد من هنا وهنا، وبالتالي ده مش هتاخده معاك في الاعتبار خلاص، انت هتاخد فرق الجهد ده وده موجب وده سالب. عندك هنا الاي ده ماشي في المقاومه 3 والمقاومه 6 اللي هو 9، والمقاومه الداخليه بتاعت ده اللي هي ب2 يبقى 11. وعندك ده موجب سالب هتاخده بالموجب اللي هي 4.5. وبالتالي انت عندك هنا 11 اي بيساوي 10 ناقص 4.5 هيطلع معاك 5.5 فولت، وبالتالي الاي بتساوي 5.5 على 11 هيطلع معاك نص امبير. يا اما تطبق هنا بقى وبعد كده تجيب الار 2، يا اما الاسهل اللي انت تطبق في المعادله بتاعت دي. انت عندك الفي بي 2 بتساوي الاي ار 2، سوري نخليها الفي احسن، الفي 2 بتساوي الاي ار 2 زائد الفي بي 2، وبالتالي الاي ار 2 بتساوي الفي ناقص الفي بي 2 على الاي، وبالتالي الار 2 بتساوي في اللي هي ب 4.5 ناقص الفي بي 2 اللي هي ب 4 على الاي اللي هي نص، هيطلع معاك 1، ده بنص على نص يديك 1 اوم. سؤال 48، ملف حس معامل حساسية ذاتي زادت قيمة التيار المار به لفترة زمنية معينة فتولدت به قوة دفع مستحسة مقدارها، فإن معدل تغير التيار المار بالملف خلال تلك الفترة يساوي ام اف بيساوي سالب ال دلتا اي باي دلتا تي. احنا عايزين نجيب ده، وهو عاطيك الام اف ب 12 والال ب 2%، 12 على 2% هيساوي 1200 على 2 اللي هي 600 امبير لكل ثانية. سؤال 49، دائرة التيار المتردد تتكون من مقاومة ار ملف حس ال مكثف سي موصلة على التوالي، وكان فإن الجهد الكلي اتعوض في التان سيتا بتساوي اكس ال. طبعا هنا جايب لك ان 2 اكس سي بتساوي اكس ال بتساوي 2 ار، فانت هتجيب كله بداية الايه؟ الاكس ال او بداية الار، ممكن نجيب كله بداية الار احسن. انت عندك هنا الاكس ال بتساوي 2 ار ناقص، عندك هنا ال 2 اكس سي بتساوي 2 ار، يبقى الاكس سي بيساوي الار على الار، هيطلع معاك 2 ار ناقص ار بار على الار بيساوي 1، وبالتالي السيتا ب 45 درجة. وعندك فرق الجهد متقدم على التيار لان الدايرة ليها خواص حسية. يبقى انت هنا في ان الجهد الكلي تقدم في التور بزاوية 90، تقدم في التور بزاوية 45. بس هنا بيقول لك عن الفي ار، صح؟ ما هو الفي ار متفق في التور مع الاي، وبالتالي لما فرق الجهد الكلي يبقى متقدم على الاي هو نفسه متقدم على الفي ار. سؤال 50، جلفانوميتر حساس مقاومة ملفه 6 اوم والصلة موجزة التيار ار اس لتحويله الى اميتر، والشكل البياني المقابل يمثل علاقة من قراءة جهاز الاميتر وشدة التيار اي جي المار بملف الجلفانوميتر فتكون قيمة مجزئ التيار. لاحظ هنا ان انت عندك الجهاز بتاعك ثابت، يعني ادي الار جي وادي الار اس، ده الجهاز بتاعك. الجهاز ده لما تاخده وتحطه في دايرة عشان يقيس شدة التيار على حسب التيار اللي ماشي هنا اللي هو الاي، يعني هيختلف التيار اللي ماشي هنا، ده ثابت وده ثابت. طيب ايه العلاقة بين الاي والاي جي؟ لسه قايلين، يعني عدى علينا سؤال ده شبه ده من شويه، قلنا ان الاي على الاي جي بتساوي الار جي على الار بتاعه الاميتر. عندك هنا الاي في الار اي اللي هو التيار ده في المقاومه الكليه هيديك فرق الجهد ده اللي هو نفسه الار جي في التيار اللي ماشي هنا بس. نقدر نجيبها بطريقه تانية زي ما قلنا، انت عندك لو انت فاكر كده قلنا حساسية الاميتر على حساسية الجلفانوميتر، كنا بنقول ايه؟ حساسية الاميتر بتساوي السيتا على الاي، حساسية الجلفانوميتر سيتا على الاي جي، وبالتالي ده بيروح مع ده فيطلع معاك اي جي على الاي. طيب الاي جي على الاي دي اللي هي الحساسية كانت عبارة عن ايه؟ كنا برضو مستنتجين قانون، قلنا لو انت فكيت ده هيساوي الار جي في الار اس على الار جي زائد ار اس، فتلاقي ان الار جي بتروح مع الار جي
ار جي بتروح مع الار جي، لما تشقلبها هيطلع معاك ده ان ده بيساوي الار اس على الار جي زائد الار اس. فانت لو استخدمت القانون ده على طول هتقدر تجيب الار اس. لو انت ما انتش عارف هتمشي خطوه خطوه، اي على اي جي بيساوي الار جي على الار على الار اي، فانت عندك الميل بتاعك بيساوي الار جي على الار اي، الار اي بتساوي الار جي في الار اس على الار جي زائد الار اس، هتشيل الار جي مع الار جي ده هيطلع فوق، وبالتالي تطلع معاك اي على الاي جي بيساوي ار جي زائد ار اس على الار اس. طيب الميل هنا نجيبه من النقطة دي مثلا، ده بالامبير وده بالامبير، 4 من 100 سوري 4 من 10 على 1 من 10 هيديك 4. بعد كده ترفعهم في وسطين 4 ار اس بيساوي ار جي زائد ار اس، تجيب ده هنا 3 ار اس بتساوي ار جي، يبقى الار اس بتساوي ار جي اللي هي ب 6 على 3 هيطلع معاك 2 اوم. بس فاضل معانا 6 امتحانات، 14 15 16 17 18 19. أتمنى لكم التوفيق، أشوفكم على خير، والسلام عليكم.